البناء السلبي ده من افضل الاشياء. يعني ايه بقى؟ ندي مثل عليه. واحد، فكره سلبيه، فكره سيئه خاطئه، نحن نظن، لان هي الحكايه كلها ظن. احنا قلنا انه ليست هناك حقائق بل تاويلات، حتى احنا وهم. هو بيظن ان ده حفظه التمام اللي خلاه يقول الحديث ده صحيح او فهمه. هو بيظن ان السند ده السند لا يكذب، هو بيظن ان فهمه في الفقه فهم تمام وهو عمل اللي عليه فعلا، والا يعني ايه اجتهد واصاب او اجتهد واخطا؟ لكن احنا كمان علينا نجتهد، علينا ما ناخدش الدين زي ما انا بقول ميراث، ميراث بكل اللي فيه حتى بكلام البشر. فاحنا بقى نعمل ايه؟ ده قبل ما نقدم افكار اللي احنا هنقدمها بقى دلوقتي، ده وقتها. بس وقتها امتى؟ بعد 5 سنين نقد وارجاعه لطبيعته وتقليل حجم الجدار وطوله وعرضه لانه حجب النور، واعطاء الحريه لمفكرين النهارده ان هم يروحوا للنص مباشره، واعطاء الحريه حتى للناس ان هو يثق في عقله ويختار بعقله بل يصدق الجديد. ودي اسمها اللي انا بقول عليها في الحلقات الاولى المسؤوليه الفرديه في الدين.